وانا سالت الجماهير النهارده سؤال عن كاس الرابطه، قلت لهم الزمالك من غير الدوليين ممكن يلعب بمين، او تحبوا تشوفوا مين في الملعب اكتر في كاس الرابطه؟ فبرضه هسال حضرتك السؤال ده قبل ما اشوف اجابه الجماهير، مين من اللاعبين غير رزاق سيسي كمان مستني تشوفه مع اللاعبين او مع الزمالك في كاس الرابطه؟ طبعا انا بحب جدا اشوف شيكابالا، يعني مين ما يحبش شيكابالا؟ مفيش طبعا يعني صعب. مفيش بالظبط يعني. وطبعا مصطفى فتحي ده طبعا يعني حلو، حب الكريز في نادي الزمالك ده برضو ممتع، لعيب ممتع. وطبعا زي ما قلنا رزاق سيسي، وعايز اشوف كتير محمد عواد. لازم الزمالك يكون فيه حارس اول وحارس تاني بنفس المستوى، وكفانا بقى المشاكل اللي حصلت السنين اللي فاتت في حته حراسه المرمى. فانا شايف ان محمد عواد ياخد الفرصه بقوه في الرابطه الفتره اللي جايه، بحيث يعود للمستوى اللي احنا كنا عارفينه عنه. في خط الدفاع عبد الغني هيكون جنبه حد من الناشئين، فدي تدي فرصه ان يكون الناس تطمن، لان يقول لك معانا ثلاثه بس، طب ما عايزين رابع، تدي فرصه الناس تطمن عبد المجيد يكون موجود ويشارك بالظبط. فالناس تطمن عليه، هو لعيب جامد جدا على فكره، ايوه فما ياخد فرصه ويتشاف كمان من الجماهير، دي تدي له اريحيه في الفتره اللي جايه. اكيد. هو احنا هننتظر كلنا الناشئين اللي هيدفع، اكيد هيدفع بخمسه او سته والله لاعبين الناشئين دول ناشئين. اهم من اي صفقات بتيجي، ده والله حقيقه العظيم والله. بجد اهم من اي صفقه بتيجي، هو ويفيد الفريق يعني بدون كفايه مقابل. روحه في الملعب، كفايه هو روح. صح المكان ده هو تعب فيه صح وكان حلمه طول حياته صح يطلع فيرست تيم، فما بالظبط. تجيله فرصه اكيد مش اكيد هيضيعها هياكل بسهوله. النجيله يعني. نقرا بقى السوشيال ميديا ونشوف جماهيرنا بعتوا قالوا ايه، ونروح لاول كومنت اللي كان على سؤالنا النهارده من محمود، بيقول مساء الخير يا قضا، لابد من مشاركه نجم مكان زيزو وسيسي او بن شرقي في الناحيه الثانيه، وجود حسام عبد المجيد عشان يلعب جنب عبد الغني، نفس الكلام اهو ان شاء الله بطوله زملكاويه ان شاء الله. محمد حسن عبد الرحمن، مساء الخير عليك يا قضا، اتمنى مشاركه الناشئين في البطوله لانها فرصه لاكتشاف المواهب في ظل وقف القيد للفريق، كلام محترم جدا. في رودي بتقول مساء الخير عليك يا قضا، اتمنى مشاركه شيكابالا ورزاق سيسي ان شاء الله البطوله زملكاويه، ان شاء الله البطوله زملكاويه، وكل اراء الجماهير في نفس النسق. وكمان في لاعب انا اتمنى اشوفه صراحه في الفتره اللي جايه في البطوله، ايمن حفني، انا بحب جدا طريقه لعب ايمن حفني، اتمنى اشوفه في الفتره اللي جايه.